في إطار مهرجان الوطني جائزة محمد الجمل لمسرح شباب في دورته الثالثة. نحن اليوم في استعداد لتنظيم هذه التظاهرة التي ستنطلق يوم 29 أفريل إن شاء الله بحول الله إلى غاية 4 ماي. بطبيعة الحال غادي يكون الافتتاح نهار 29 إن شاء الله غادي تكون في مسرح محمد الخامس، والاختتام نهار 4 ماي. والعروض ستكون إن شاء الله اللي كتمثلها 12 جهة من جهات المملكة، لكل جهة غادي تصيفطنا واحد الفرقة من بعد ما مروا من مراحل المهرجان الإقليمي ثم الجهوي، فغتكون التمثيلية ديال كل جهة عندها واحد الفرقة اللي هما غادي يأتسوا فضاءات القاعة بوحنيني اللي غادي يتم فيها العروض إن شاء الله بحول الله. غادي تكون العروض يومية في طيلة 4 أيام اللي غادي تكون كل يوم فيه 3 ديال العروض. بطبيعة الحال تنطلق العروض إن شاء الله في الثانية بعد الزوال، كل يوم غادي يكون فيه 3 العروض، وفي الصباح غادي تكون ورشات في المقر ديال الوفود اللي غادي توافد على مدينة الرباط في إطار المهرجان اللي غادي يكون في المعهد مولاي رشيد ببوزنيقة، الشباب ببوزنيقة اللي غادي هو يحتضن هاد تقريبا كل فرقة كتمثلها 12 عنصر فيهم ممثلين تقنيين منظمين اللي غادي يكونوا تقريبا مجموع ديال 150 فرد. وهاد التظاهرة هذه الحمد لله جريا على عادتها، وكما هي كما هو معلوم على انها كتنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيداه. فاحنا جد سعداء كوننا اننا حققنا هذه المعادلة الصعبة، اللي كاين بطبيعة الحال كاين جوائز اللي كتنافس عليها الفرق، اللي هي كاين جوائز ديال الإخراج، جوائز ديال السينوغرافيا، جائزة التمثيل الدور الأول، جائزة الأمال، هذه جوائز كلها كتوزع على المشاركين. وبطبيعة الحال في حفل الاختتام كتكون هذه التظاهرة، كيكون هذا التوزيع ديال الجوائز إن شاء الله بحول الله. نتمناو على أننا نكونوا موفقين كما وفقنا في الدورات السالفة، ونكون عند حسن ظن سيدنا الله ينصره، لأنه دواء واللي داعم الفنانين الفن والفنانين. ونتمنى إن شاء الله أننا نتوفقوا كيف العادة. شكرا.